شريف وهاني ضاغطين عليه ضغطة جامدة. ادي باسم، باسم عبد العزيز، باسم لهشام، وفاول، فاول لمصر المقص جنب اللعبة جهاد جريشة، ومن مكان صعب. وحنشوف ادي باسم، وداخل معاه محمد فتحي، انما ان شاء الله تكون بسيطة الحاجات دي في الكورة، بيبقى فيها صرخة كده بس عشان يأكد للحكم الفاول، مش أكتر من كده يعني، متعودين على كده. بيعد طبعا العشر ياردات أو التسعة متر 15 سنتي جهاد جريشة. وبيقول لهم مش هلعب غير أما تقفوا هنا. محمد عواد في شويطة في مصر المقص على فكرة، شفنا هشام محمد وشفنا باسم عبد العزيز بيشوطوا ازاي. وادي هاني وابو بكر عبد اللطيف، في طبعا اتنين تلاته بيناوروا، انما اللي هيلعب هنشوف ميدو جابر ولا هاني سعيد. هاني بيركن، الراجل ما بيشوطش، بيشيل كده من فوق الحيطه، رجله حساسه وعنده مهارات. او ميدو جابر اتلعبت انما وحشه، ترجع تاني جول. يا خبر ابيض، ميدو جابر اهو، ميدو جابر اهو، قلت لحضراتكم بتترد، وبيسجل الهدف الثاني لمصر المقصة. مش ممكن، ماتش جميل، وقلت لحضراتكم لسه في اهداف تاني، لسه في اهداف تاني. ميدو جابر، شوف الكرة اما تتعاد. ادي ميدو جابر اهو رقم 13، ميدو جابر